تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فضيحة مدوية للمشهورة السعودية أمل الشهراني. جاء ذلك بعد ظهور أمل في بث مباشر مع شاب هندي أقدم على تصرف غير أخلاقي أمام جميع المتابعين. وفي التفاصيل، ظهرت أمل في بث مباشر وهي تدخل في نوبة ضحك شديدة بعد أن شاركت شاباً هندياً البث المباشر الخاص بها، فيما صدم الشاب المتابعين بعد إقدامه على تصرف غير لائق للشهراني أمام الجميع. ولم تعتذر أمل على الموقف المخزي أو تشعر بالإحراج، إنما أوقفت البث المباشر مع الشاب واستمرت في نوبة الضحك الهستيرية. وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم مما اعتبروه قلة حياء، وقالوا إن ذلك استمرار لممارسات أمل اللا أخلاقية التي رصدت في الآونة الأخيرة. وفي وقت سابق أثارت أمل سخرية المغردين بعد ظهورها وهي ترقص بجرأة في شوارع أمريكا غير مبالية بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي خرجت منه، وظهرت الشهراني في الفيديو المتداول الذي رصدته وطن وهي ترتدي فستاناً طويلاً مفتوحاً من ناحية الصدر، وبدأت ترقص حافية القدمين وبيدها كوب من القهوة وضعته على رأسها أثناء الرقص. وما أثار سخرية المغردين حسب تعبيرهم هو محاولة الشهراني تصدر الترند بأي طريقة وغيرتها من مواطنتها هند القحطاني التي تمكنت من شراء قصر في أمريكا، فتحاول الاجتهاد مثلها لتتمكن هي أيضا من شراء قصر.